نكمل النهاردة الجزء اللي كان باقي لنا في آخر جزء اللي هو الكرونيك بيني موديل، أو بمعنى أصح البند سيري أوف سولت. تعالوا بس نراجع بسرعة كده على النتائج اللي إحنا طلعنا بيها أو اللي شفناها من كرونيك بيني موديل. فطبعا الموديل بتاع كرونيك وبيني للبريودك كريستال او البريودك بوتنشال يعني ان كريستال، طلع ادالهم المعادله ديت، او يعني دي الديسبرشن ريليشن بعد بعض الابروكسيميشنز يعني اللي اتعملت في المعادله الاساسيه عشان خاطر تبقى معادله نقدر نطلع منها حاجه مفيده. يعني زي ما قلنا ان دي علاقه ما بين الانرجي والمومنتوم، لان الكي دوت بيتناسب مع المومنتوم، ويف نمبر يعني بيتناسب مع المومنتوم، والانرجي بتتناسب مع الالفا سكوير. طيب المعادله دي لما اترسمت الليفت هاند سايد منها بيدلنا الشكل ده، الكيرف ده يعني، والرايت هاند سايد زي ما انت شايف هو عباره عن كوزاين كي اي، ده القيمه بتاعته بتتراوح ما بين البوستيف والنيجاتيف 1. إذن الحلول بتاعت المعادلة دي بتتطلب إن الليفت هاند سايد اللي هو الكيرف دوت يكون ما بين البوستيف 1 والنيجاتيف 1. فلو لقينا، لو بصينا على شكل الكيرف وعملنا له ليميت كده ما بين البوستيف 1 والنيجاتيف 1، يبقى إذن الحلول موجودة في المنطقة دي. هنلاقي إن الحلول هتبقى موجودة في الحتة دي من الكيرف، أو الحتة دي، أو الحتة دي، أو الحتة دي، اللي هي المناطق المحصورة ما بين البوستيف والنيجاتيف 1. والمنظر ده معناه ان هو في باندز، مناطق معينه يبقى فيها سوليوشنز للمعادله، وبالتالي هيبقى فيها ستيتس للالكترونز لانرجي معينه، ومناطق تانية ملهاش، ما فيش سوليوشن في المنطقه دي من الانرجي، او من يعني قيم الالفا اللي في المنطقه دي كده. بالتالي قيم الانرجي اللي في المنطقه دي اصبحت غير متاحه وغير مسموح للالكترون ان هو ياخدها. فهنا بيتأكد، هنا الموديل دوت بيأكد موضوع الباندز، اللاود باندز وفوربيدن باندز. جينا هنا لما رسمنا، شرحنا أكتر يعني المعادلة دي اترسمت إزاي، فقسمناها للترمين الأولانيين دول، البي ساين ألفا إيه على ألفا إيه، ده اللي هو السينك فانكشن اللي مرسومه فوق، الكوزاين ألفا إيه دي عبارة عن كوزاين فانكشن، لما بتجمعهم مع بعض بيديلك الكيرف اللي هو شفناه. والحلول بتبقى موجوده ما بين البوستيف 1 والنيجاتيف 1، طبعا الحلول ديت اللي هي بتخلي القيمه دي تساوي كوزاين كي اي، عشان الحل يبقى موجود يبقى الكلام ده بيساوي كوزاين كي اي. تمام، فالليمتس بتاعت الباندز، اول الباند واخر الباند، واحد فيهم بيخلي الكوزاين ده بوستيف 1 وبالتالي هيبقى كي اي بزيرو عند اول نقطه هنا، والتاني بيخلي الكوزاين بنيجاتيف 1، فده معناه ان الكي اي بواي. الباند اللي بعديه على طول هيبتدي لما الكوزاين يبقى بنيجاتيف 1 اللي هو باي، وينتهي بالنسبه للانرجي يعني لما الكوزاين يبقى بوزيتيف 1 يعني الكي اي ب2 باي، وهكذا. الكلام ده في الاخر بيؤدي، او قبل ما نرسم الرسمه بتاعت الباندز دي، الاي كي ريليشن يعني، هنا برضو بيقول لك الليميتس بتاعت المعادله لو البايندنج برامتر بي دوت بيتندس للانفينيتي، وقلنا ان ده لما يتند للانفينيتي معناه ان الباريرز في البريودك بوتنشال يعني الباريرز اصبحت انفاينايت، كانها انفاينايت باريرز، وبالتالي اكن الالكترون اصبح كل الكترون محصور في البوكس ما بين التو انفاينايت باريرز دول. فده بيدي لك الحل بتاع البارتكل ان ا بوكس، تطلع الانرجي ليفلز وليست باندز. في فرق بين الانرجي ليفلز والانرجي باندز. الانرجي ليفلز اللي هي تعتمد يعني في قيم محدده كده ديسكريت للانرجي، اما الانرجي باندز فدي معناها مناطق مسموحه ومناطق غير مسموحه. الليمت الثاني بقى لما البايندنج برامتر يبقى بزيرو، ده شفنا ان هو معناه ان البارتكل اصبح فري خالص، ما بقاش فيه اي باريرز بالنسبه له، فكانه بيتحرك فري، وده بيدي لك العلاقه ما بين الاي والكي هي نفسها بتاعه الفري بارتكل او الفري الكترون يعني، اللي هي البارابوليك ريليشن.
فهنا لو رسمت الانرجي مع البايندنج بارامتر، لو لاحظت ان كل ما البايندنج بارامتر ده ما بيزيد في الاتجاه ده، البند بيتحول لليفل، والليفل ده بيتواجد عند اخر قيمه للانرجي في البند. نفس الكلام البند اللي بعده اللي هو كان من هنا لهنا دوت بيتحول، بيصغر يصغر يصغر لغايه ما في الاخر هيتحول لليفل قيمه معينه، والقيمه دي اللي هي اخر قيمه للانرجي في البند. ولما البايندنج بارامتر يتند ان هو يبقى زيرو، بيتحول الباندز دي ل continuous variation في الانرجي، بدل ما كان عندك هنا فوربيدن باند، تبتدي الفوربيدن باند دي تقل 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 وتلحم، يبقى اخر الباند بيلحم مع بدايه الباند اللي قبله، واصبح الانرجي فيها كونتينيوتي زي الفري بارت. لما تيجي بقى تطلع من المعادله بتاعت كرونيك بيني موديل دي، تطلع الاي كي ريليشن اللي هي ديسبيرجن ريليشن، اللي بيطلع منها بقى شيء زي ما شفنا المره اللي فاتت، بيطلع منها كذا معلومه. اول معلومه الفي جروب، الجروب بروستي، والمعلومه الثانيه اللي هي الافكتيف ماس، المعلومه الثالثه اللي هي الباندز نفسها قيم الانرجي بتاعتها. طيب هنا لو رسمت الاي كي ريليشن، بتلاقي ان انت عندك شكل الباندز بالمنظر دوت. ادي اول باند اهو، بيبدا من الكي بصفر وينتهي عند الكي واي على ايه. الباند الثاني بيبدا من باي على ايه وينتهي عند 2 باي على ايه، والثالث من 2 باي على ايه وينتهي عند 3 باي على ايه. طبعا العرض بتاع الباند في الانرجي بيزيد كل ما الباند نمبر نفسه بيزيد. تمام، هنا بدايات الباندز بتحصل عند الكي بيساوي ان باي على ايه، حيث ان بيساوي بلس او ماينس 1 بلس او ماينس 2 وهكذا. طبعا اليمين زي الشمال، لان اليمين ده بيعبر عن مومنتم بوزيتيف، يعني الالكترون بيتحرك في اتجاه البوزيتيف اكس. احنا طبعا بنحل وان دايمنشنال بروبلم، ففي عندنا تو دايركشنز اوف موشن بس، يا اما في اتجاه البوزيتيف اكس يديلك الكي البوزيتيف، يا اما في اتجاه النيجاتيف اكس بيديلك قيم الكي النيجاتيف، فيبقى ايه الكيرف هنا سيمتريك يمين زي شمال. لو بتحل البريودك بوتنشال في حاله 3 دي كريستال، يعني ريل ماتيريال يعني، وبتحلها في 3 دايمنشن، بيطلع الاي كي ريليشن ديت زي ما قلت لك المره اللي فاتت، هيبقى عندك كي اكس وكي واي وكي زد، فبيطلع الشكل بتاع الحاجات دي بيبقى كانها سيرفيسز كده في الفراغ، ما هياش كيرفات. لو قارنت ما بين شكل الاي كي ريليشن ديت بتاعه الكرونيك بيني موديل بالفري بارتكل موديل اللي هي البارابولا، بتلاقي البارابولا اللي هي مرسومه بالدوتد لاين دي، تمام، فقريبه طبعا منها، ولكن الاختلافات واضحه. ان في فوربيدن باندز دي نتيجه البريودك بوتنشال، وزائد طبعا ان المينيمم انرجي ما هياش بزيرو، في مينيمم انرجي معين مش بزيرو. المناطق المختلفه للكي زي ما قلنا المره اللي فاتت تمت بالفيرست بريلوين زون، ده من ناقص باي على ايه لباي على ايه. السكند بريلوين زون اللي هو من ناقص 2 باي على ايه لناقص باي على ايه، زيها بالظبط في البوزيتيف. ولتبسيط الحلول هنا، بيبقى في حاجه اسمها الريديوست بريلويل زون، بدل ما بترسم في الكيهات الكبيره دي، بترسم الكيهات الكبيره في المنطقه اللي هي من صفر بقى، يعني هي المعادله نفسها بتاعت كرونيك بيني موديل اللي لو رجعنا لها، هي هنا كوزاين باي على كوزاين كي على ايه ديت، هي دايما يعني لو الكي اي دوت في السايكل الثانيه يعني بعد 2 باي لغايه 4 باي، فهو هتبقى قيمه الكوزاين كي على ايه هي نفسها قيمتها من 0 ل 2 باي. نفس الكلام يعني السايكلز، كل ما السايكلز ما بتزيد، فهي الحلول كلها كانها الحلول اللي ممكن تعتبرها ان هي الحلول اللي موجوده من 0 لباي. لكن احنا لما بنرسم ريديوس بريلوين زون، فاحنا المفروض انك فاهم ان الفيرست بريلوين زون اللي هي من ناقص باي على ايه باي على ايه، ده الكيرف الاولاني اللي اقل قيم للانرجي دي. بعد كده الكيرف اللي فوقيه على طول اللي هي قيم الباند اللي بعديه، يعني سكند باند اوف انرجي، ده بيمثل الكيهات من باي على ايه ل 2 باي على ايه. الباند اللي بعديه على طول او القيم الانرجي الاعلى بيمثل السايكل الثالثه، يعني من كي على ايه وهكذا. فلما بتترسم الرسومات دي كلها في منطقه من ناقص باي على ايه باي على ايه، دي بتسميها الريديوست بريلوين زون. ازاي بنقدر نجيب بقى المعلومات اللي عايزينها من الاي كي ريليشن دي؟ اول حاجه طبعا الجروب فيلوستي، دي اثبتنا ان هي بتساوي
واحد على اتش بار دي اي باي دي كي، يعني بتتناسب مع تفاضل الاي كي ريليشن. فلو رسمت الفي جروب مع الكي في حاله الكرونيك فيني موديل بتطلع بالمنظر ده. ولاحظنا هنا حاجه ملفتة للنظر، يعني ان اقصى في جروب بتحصل في نص البند. نص البند الثاني بقى اللي هو قيم الانرجي اللي اعلى من كده، بتلاقي ان انت الفي جروب بتبتدي تقل، يعني كل ما الانرجي بتاعت الالكترون تزيد فوق المنطقه دي فوق النص، السرعه بتاعته بتقل لغايه ما توصل للزيرو عند اخر حته في البند. زياده الانرجي هنا بتبقى معناها زياده في البوتنشال انرجي، ولكن الكينيتيك انرجي بتقل بحيث ان سرعته تبتدي تقل لغايه ما تبقى صفر عند اخر البند، يعني تبقى الكينيتيك انرجي بتاعته صفر وتبقى كلها بوتنشال. بعد كده ياخد انرجي يتنقل للبند اللي بعديه، والبند اللي بعديه بقى ممكن يبتدي سرعته تزيد تاني، يكتسب كينيتيك انرجي لغايه ما يوصل لنص البند ماكسيمم فيلوستي، وبعد كده تبتدي سرعته تقل تاني اند سو اون. كمان هنا الحاجات المهمة إن إحنا ناخد بالنا منها، إن لما لو البند مليان بالإلكترون، يعني فيلد باند، بل كل الإنرجيز ليفلز اللي موجودة في بند معين لو كلها مليانة، يبقى الإلكترونز اللي موجودة في البند ده ما تقدرش تكونتريبيوت لأي كارنت، لأن حتى لو فرضت إن مفيش أي أبلايد إلكتريك فيلد، يعني أنت عندك هنا كل الإلكترونز اللي موجودة في ناحية اليمين دي ليها متوسط سرعة معين، كل الالكترونز الموجوده ناحيه او بتتحرك في اتجاه نيجاتيف اكس فهي ليها نفس متوسط السرعه ده بس في اتجاه نيجاتيف اكس، يبقى محصله تعادلهم زيرو. شرحنا النقطه دي هنا برضو اكتر. هنا لو فرضت ان انا عندي ده مثلا البند الاولاني، بعد كده عندك انرجي جاب. انرجي جاب دي مقصود بيها اللي هي الفوربيدن جاب، اللي هي المنطقه اللي ما ينفعش يبقى فيها ليفلز اصلا، مفيش الكترونز في الانرجي، ما ينفعش تاخد انرجي. وبعد كده فوقيها يبتدي ايه البند اللي بعديه. فاحنا دلوقتي هنفترض ان البند اللي تحت ده كل الليفلز بتاعته او كل الستيتس اللي موجوده هنا فيها الكترونز، ولو انت مش حاطط اي اكسترنال الكتريك فيلد، مفيش اي اكسترنال فورس بتاثر على الالكترونز، فيبقى الالكترونز اللي ليها كي بوزيتيف دي بتتحرك ناحيه اليمين بافرج فيلوسيتي معين، والالكترونز اللي ليها كي نيجاتيف بتتحرك ناحيه الشمال بنفس الافرج فيلوسيتي، طبعا هو نفس العدد على الالكترونز يمين زي شمال، فده معناه ان مفيش اي كرنت هيحصل. طب لو انت عملت ابلكيشن لالكتريك فيلد، سمول الكتريك فيلد، سمول الكتريك فيلد يعني هتبتدي تاثر باكسترنال فورس على الالكترون، لان الالكتريك فيلد دوت بيأثر بفورس بحيث ان الفورس دي بتساوي الكيو في الاي. فطالما انت حاطط اكسترنال الكتريك فيلد يبقى انت بتبتدي هتاثر بفورس على الالكترونز دي، تحاول تعمل الفورس دي تعمل ورك، وبالتالي هتزود الانرجي بتاعتهم حاجه بسيطه وتديهم سرعه في اتجاه في عكس اتجاه الالكتريك فيلد. طيب لو جينا بصينا على الفيلد باند اللي هو الباند اللي مليان ده، فانت دلوقتي لو الفورس اللي انت بتاثر بيها دي الالكتريك فيلد بيأثر بيها عشان ترفع الانرجي بتاعت الالكترون، طب ما هو اصلا مفيش ليفلز اعلى. يعني لو جينا شفنا هنا الكترون هنا مثلا هياخد شويه انرجي من الالكتريك فيلد ابلايد الكتريك فيلد ويتنقل لليفل اعلى، ما هو مش هيلاقي ليفل اعلى يتنقله، ان كل الليفلز اللي فوقيه مليانه. يعني there is no empty states، مفيش empty state، مفيش اماكن يطلعها في الانرجي، وبالتالي يبقى هو مش هياخد اي انرجي من الالكتريك فيلد، والالكتريك فيلد مش هيعمل اي حاجه في السيستم في الحاله ديت، يعني ولا هينقله اي انرجي ولا هيسبب اي تغير في حاله الالكترونات، فبرضه مش هيبقى فيه كارنت. طيب لكن هنا لو جينا بصينا على البارشال فيلد، بارشال فيلد يعني في ستيتس فاضيه، في اماكن هنا فاضيه تقدر الالكترونز تاخد انرجي اعلى شويه وتطلع فيها. في حاله ان مفيش ابلايد الكتريك فيلد خلاص زي الشمال ومفيش كارنت. لكن في حاله بقى لو انت عملت ابلكيشن للالكتريك فيلد، يبتدي الالكترون دوت اللي كان هنا ده ياخد شويه انرجي من الالكتريك فيلد ويلاقي الستيت الفاضيه دي يطلع فيها اهو، فاصبح عدد الالكترونات اللي بتتحرك ناحيه اليمين اكتر من عدد الالكترونات اللي بيتحركوا ناحيه الشمال، فده معناه ان في كارنت تمام هيمشي، يبقى في نت ترانسفير للتشارجز، وبالتالي ده معناه ان في كارنت. فدي حاجه مهمه قوي ان احنا نكون عارفينها، ان عشان يحصل كارنت
لازم الباند ده يكون بارشالي فيلد. جينا بعد كده شفنا الكونسبت بتاع الافكتيف ماس، قلنا ان الافكتيف ماس ديت طريقه لتسهيل التعامل مع الالكترونز جوه الكريستال، ان انت تقدر تتعامل بقوانين نيوتن بالمعادلات بتاعت نيوتن، اللي هي الفورس بتساوي الماس في الاكسلريشن. الفورس دي اللي هي الفورس اللي جايه من اي اكسترنال فيلد، والاكسلريشن دي اللي هي بتاعت الالكترون. ولكن هنا الماس مش هينفع تبقى الماس العاديه بتاعت الالكترون اللي هو الفري الكترون، يعني بتبقى حاجه اسمها الافكتيف ماس، بحيث داخل فيها تاثير البوتنشال، بريودك بوتنشال اللي هو بيتحرك فيه. استنتجناها ازاي الحكايه ديت؟ جينا هنا قلنا الزياده في الانرجي اللي هتحصل نتيجه الاكسترنال فورس هي عباره عن الفورس في الايه؟ في الديستنس اف اكسترنال دي اكس. شلنا الدي اكس وحطيناها في دلاله الفي جروب دي تي، والفي جروب ده اللي هو واحد على اتش بار دي اي باي دي كي. بعد كده جينا بقى نحسب الاكسلريشن اللي هي دي في جروب باي دي تي، حسبناها هنا عملنا تشين رول وطلعناها بدلاله الدي سكوير اي باي دي كي سكوير، لانها تساوي واحد على اتش بار في دي كي باي دي تي دي اي سكوير باي. واحنا شايلين الدي اي باي دي تي ده وحطيناه من هنا اف اكسترنال على اتش بار، فطلعنا علاقه ما بين الاف اكسترنال والاكسلريشن، طلعت الاكسلريشن بتساوي اف اكسترنال على اتش بار سكوير على دي سكوير في المقام ده الافكتيف ماس، بحيث يبقى الاف اكسترنال دي بتساوي الافكتيف ماس في الاكسلريشن اللي هي المعادله الكلاسيكال بتاعت نيوتن. ومن هنا جه الكونسيبت بتاع الافكتيف ماس دوت، يبقى اذا الافكتيف ماس عباره عن اتش بار سكوير على التفاضل الثاني بتاع الانرجي بالنسبه للكي، اللي هو برضه بنقدر نجيبه من الديسبيرجن ريليشن او الاي كي ريليشن. تمام؟ تاخد بالك هنا ان لو انت عايز تستخدم الريل ماس بتاعت الالكترون، فهيبقى في الحاله دي لازم تاخد التوتال فورسز، الاف اكسترنال زائد الاف انترنال، والاف انترنال دي اللي هي مرتبطه بالبريودك بوتنشال، الالكترون بيتحرك بيه جوه الكريستال، طبعا في فاريشن في البوتنشال، فمعناه ان في انترنال فورسز بتاثر عليه. كل الحكايه ان الافكتيف ماس دي بتخليك ان انت تشيل من المعادله دي الانترنال فورسز وتحط تاثيرها في الماس، بدل ما تستخدم الريل ماس تستخدم الافكتيف ماس، يبقى دي داخل فيها الافكت بتاع الانترنال فورسز على طول، مش محتاج تحطها تاني في المعادله. لما تيجي بقى تشوف الافكتيف ماس دي تحسبها في حاله الكرونيك بيني موديل، بنلاحظ ان مثلا في الفيرست زون او في البند الاولاني، الكلام ده بيتكرر في البند الثاني والثالث وهكذا، ان الاي كي ريليشن بيبقى شكلها كيرفد كده في الاول، والكيرف ده بيتعكس في الاخر. طبعا الكيرف لما يكون مفتوح لفوق ده معناه ان التفاضل الثاني بوزيتيف، والكيرف لما يكون مفتوح لتحت او باصص لتحت او الكيرفتشر بتاعه لتحت ده معناه ان التفاضل الثاني نيجاتيف، والتفاضل الثاني اللي هو بيتناسب مع الافكتيف ماس. فيبقى الافكتيف ماس بتبقى بوزيتيف عند بدايه البند او عند البوتوم انرجي، يعني اقل انرجي في البند بيبقى الافكتيف ماس بوزيتيف، واعلى انرجي في البند او التوب اوف ذا باند يعني تبقى الافكتيف ماس اسف بالنيجاتيف. انت عشان تجيب الافكتيف ماس لازم الاول تجيب التفاضل الاولاني الدي اي باي دي كي اللي هو بيتناسب مع الفي جروب، ده كنا شفناه قبل كده اهو. بعد ما تجيب الـ V جروب أو التفاضل الأول، تبتدي بعد كده تحسب التفاضل الثاني اللي هو دي سكوير إي باي دي كي سكوير، يعني تعمل تفاضل الكيرف بتاع الـ V جروب ده، بعد كده تشقلبه عشان تجيب الـ effective mass اللي هي اتش بار سكوير على دي سكوير إي باي دي كي سكوير. اطلع الـ effective mass بالمنظر ده، واضح طبعًا إن هي بتبقى نيجاتيف عند نهاية البند وبوزيتيف عند بدايه البند، وبتقول لانفينيتي زي ما انت شايف كده، بتقول لانفينيتي
في منتصف البند، لما الفي جروب يبقى في زيرو. طبعا تفسيره ايه؟ تفسيره ان هنا سرعة الالكترون ثابتة تقريبا، ما بتتغيرش يعني، لان هي بيحصل لها الكيرفتشر ده وتبقى لوكال ماكسيمم، وبالتالي بيدي لك الافكتيف ماس تبقى كانها انفينيتي، يعني اي فورس بتاثر بيها على الالكترون مش بتغير في سرعته، كان الاكسلريشن بزيرو يعني، على الاكسلريشن بتساوي الاف اكسترنال على انفينيتي اللي هي بزيرو، فيبقى الفي جروب ما بيحصلش فيها تغير هنا، التغير بتاع الفي جروب هنا او السلوب يعني هنا بزيرو. طيب هي طبعا في المودلز الحقيقيه ما بتكونش انفينيتي كده، بيبقى يعني بتطلع لفوق شويه ماكسيمم وبعدين تنزل تاني، هي هنا طلع انفينيتي نتيجه الابروكسيميشنز الكتيره اللي اتعملت في الموديل بتاع كرونيك وبيني ده. بعض الملاحظات اللي قلناها على الافكتيف ماس ان هي بوزيتيف ات ذا بوتوم اوف ذا باند، نيجاتيف ات ذا توب اوف ذا باند، كمان انها بتتناسب عكسي مع قيمه الكيرفتشر اللي في الاي كي كيرف، فكل ما الكيرفتشر يزيد الانحناء بتاع الكيرف يزيد زي في الكيرف بي دوت يعني، ده معناه ان الافكتيف ماس بتقل. الافكتيف ماس هنا في الكيرف بي ده هتبقى اصغر من الافكتيف ماس بتاع الكيرف ايه. الناس معايا؟ حضرتك يا الناس، وايه اللي حصل؟ صوت قطع فجأة ولا؟ حضرتك فصلت، خرجت من الميتنج ودخلت تاني. النت قطع ماشي. طيب تقريبا دي اخر حاجة وصلنا لها المرة اللي فاتت، اللي هي الابروكسيميشن اللي بيتعمل بحيث يدي لك الافكتيف ماس كانها رقم كده ثابت وانت بتحل المسائل. ده بيبقى نتيجه ان الاي كي ريليشن عند نهايه البند او بدايته، عند بدايه البند او نهايته بتبقى اولموست بارابولا، تمام؟ يبقى الكيرفتشر عند بدايه البند او عند نهايه البند، الكيرفتشر ده بيبقى كانه بارابولا، والبارابولا طبعا دي عباره عن معادله من الدرجه الثانيه. فالمعادله من الدرجه الثانيه دي لما تعملها تفاضل مرتين يدي لك كونستنت، الكونستنت دوت هيبقى هو ده السبب في ان الافكتيف ماس بتبقى جيفن كرقم كونستنت عند بدايه الباند ونهايته. تمام؟ فنير الايدجز عند الايدجز بتاعت الباندز التفاضل الثاني بيبقى كونستنت، وبالتالي الافكتيف ماس هو كمان هيبقى كونستانت، يعني انرجي اندبندنت، بيبقى كانه رقم كده يقول لك مثلا الافكتيف ماس
عند البند الفلاني 2 من 10 ام نود. ام نود دي اللي هي الريست ماس بتاعت الالكترون يعني. تبقى 2 من 10 ام نود دي اللي هي الافكتيف ماس كانها كونستانت نتيجه ان الايه؟ الكيرفتشر هنا بارابول. جينا هنا بقى وقفنا عند الحته دي بقى انا اقولها المره دي اللي هو الكونسبت بتاع الهول. احنا نفتكر كده اللي انا لسه قايله من شويه قلته المره اللي فاتت ان لو عندك الباند كومبليتلي فيلد ويز الكترونز يبقى مفيش كارنت، حتى لو انت عملت الله عملت ابلكيشن الالكتريك فيلد فبرضه مش هيبقى فيه كارنت لان مفيش اماكن فاضيه في الانرجي الالكترونز تاخدها. تعالى كده نتخيل برضه تاني الحكايه ديت. لو انت عندك باند هنا الاي كي ريليشن بتاعه اهو، والباند ده مليان بالالكترون كل الستيتس بتاعته فيها الكترونز. احنا عارفين ان ده مش هيعمل كونتريبيوشن للكرنت عشان عندك ايكوال نمبر اوف الكترونز بيتحركوا يمين زي اللي بيتحركوا شمال. لكن لما تيجي تحسب الكرنت دينستي، الكرنت دينستي هو عباره عن كل الكترون يتضرب في السرعه اللي بيتحرك فيها وتجمع. تمام؟ الكرنت دينستي المعادله اللي احنا شفناها في الكورس بتاع الالكتريستي كان ايه؟ كان ال n في ال e في الفيلوسيتي. لو ضربت في الاريا بيتحول كرنت دينستي لكرنت، بس هو الكرنت دينستي هو الكرنت في اليونت اريا. فال n في ال e في الفيلوسيتي دوت الايه؟ ده الكرنت دينستي. المعادله دي طبعا مبنيه على اساس ان السرعه دي هي متوسط السرعه. يعني ال v ديت دي كانها ال v average. متوسط سرعه الالكترونات، هو مش كل الالكترونات ماشيه بنفس السرعه. لان هو فيها تغير في الانرجي زي ما انت شايف كده، في الكترونز ماشيه بسرعه عاليه اللي هي في نص الباند، في الكترون ماشيه بسرعه اقل شويه في اطراف الباند وهكذا. فهنا المعادله اللي انت عارفها من سنه من اعدادي دي اللي هي بتاعه الالكتريستي ان في الفي ده الفي افريج. اما لو انت عايز تجيبها بقى اكزاكت فالمفروض انك بتجمع كل الكترون تضربه في سرعته وتجمع يطلع لك المعادله دي. يعني دي كانها الاكزاكت دي. الجي بيساوي نيجاتيف اي في السميشن بتاع الفي جروب اي اللي هي بقى بتعد لكل الكترون يعني من اول الالكترون رقم اي لغايه الالكترون رقم ان، حيث الان كابيتال دوت اللي هو عدد الالكترونز بير يونت فوليوم في الباند الفلاني. تمام. هنا بقى هيبقى واضح برضو هنا وانت بتجمع السرعات، لو انت خدت الالكترون ده مثلا مع الالكترون ده فيبقى السرعه بتاعت الالكترون ده زائد السرعه بتاعت الالكترون ده، واحده بوزيتيف وواحده نيجاتيف والاثنين قد بعض، يبقى مجموعهم بصفر. بس اللي فوقيه مع اللي فوقيه الناحيه الثانيه هيدولك برضو سميشن بزيرو وهكذا. كل الكترون في الكترون زيه بالظبط بيتحرك عكسه، يعني الفي جروب بتاعته بنيجاتيف فالسميشن يطلع زيرو. ففعلا دي بتاكد لك ان الكرنت دينستي هيبقى زيرو في الحاله دي. طيب نفترض بقى دلوقتي ان انت عندك امتي ستيت. امتي ستيت يعني قيمه فاضيه للانرجي يقدر الالكترون ياخدها. الستيت الفاضيه دي اسمها هول، هنسميها هول. والهول دي موجوده مثلا هنا دلوقتي. طيب فانت دلوقتي لما تيجي تحسب الكرنت بنفس الطريقه هتحسبه ازاي؟ انت حاطط الكتريك فيلد، نفترض الالكتريك فيلد دوت في اتجاه البوزيتيف اكس في الاتجاه ده، فهيبتدي الالكترونز ديت تاثر عليها فورس في اتجاه النيجاتيف اكس. بس الالكترون اللي موجود عند التوب بتاع الباند، احنا قلنا في منطقه التوب بتاع الباند الافكتيف ماس بيبقى بالنيجاتيف. فهنقول مثلا انا عندي الكترون هنا في منطقه التوب ديت الافكتيف ماس بتاعه نيجاتيف ام ستار، فيبقى الاكسلريشن هتبقى جيفن باي ايه؟ الاكسلريشن بتساوي الاف اكسترنال على الافكتيف ماس. الاف اكسترنال هتبقى نيجاتيف اي في الالكتريك فيلد، احنا حاطين الكتريك فيلد في اتجاه البوزيتيف اكس، يبقى معنى كده ان الفورس اللي بتاثر على الالكترون هيبقى في اتجاه النيجاتيف اكس، فيبقى الفورس نيجاتيف اي في الاي على الافكتيف ماس اللي هي اساسا نيجاتيف. يبقى معنى كده ان الفورس بالنيجاتيف والافكتيف ماس هو كمان بالنيجاتيف. طب ما انا ممكن شيل نيجاتيف مع نيجاتيف واقول ان الكلام دوت ايكويفالنت لفورس في اتجاه البوزيتيف اكس بتاثر على افكتيف ماس بالبوزيتيف. فبدل
ما تقول ان الكارنت اللي جاي نتيجه حركه الكترونز موجوده at the top of the band عشان هي الافكتيف ماس بتاعها نيجاتيف، فبدل ما بتوصفها توصف الكارنت دوت بحركه الكترونز بتوصفه بحركه حاجه اسمها هولز. الحاجه اللي اسمها هولز دي حاجه تخيليه، دي مش حاجه حقيقيه، حاجه تخيليه بتعبر عن تاثير الالكترون اللي ليه افكتيف ماس نيجاتيف. فكان في حاجه اسمها هول ليها افكتيف ماس بوزيتيف، يعني هي نفس القيمه بتاعت الافكتيف ماس النيجاتيف دي بس بالبوزيتيف، ما تاخدش الاشاره السالب يعني، وياثر عليها فورس في اتجاه الالكتريك فيلد على طول، يعني كانها جسم بوزيتيف تشارج، كانه جسم ليه بوزيتيف تشارج، لو اثرت عليه بالكتريك فيلد في اتجاه البوزيتيف اكس هيتحرك في اتجاه البوزيتيف اكس. هو ده معنى الهول، يعني دي طريقه للتعامل مع الالكترون اللي موجود ات ذا توب اوف ذا باند اللي هو الافكتيف ماس بتاعته نيجاتيف. فبنفترض ان انا عندي جسم اسمه هول ليه افكتيف ماس بوزيتيف وبيتحرك نتيجه اي الكتريك فيلد ياثر عليه. تمام؟ فاذا الهول ديت ده الكونسبت بتاع الهول، زي ما قلت ده كانه شحنه بوزيتيف والافكتيف ماس بتاعها بوزيتيف برضو عشان تعبر عن الالكترون اللي ليه افكتيف ماس بالنيجاتيف ات ذا توب اوف ذا باند. طبعا دي بت ايه بتكونتريبيوت للكرنت. انت كانك دلوقتي اصبح عندك ايه؟ دي عندك الهول ديت بتتعامل معاها كانها ايه؟ كانها جسم ليه شحنه بوزيتيف وهيتحرك في اتجاه الالكتريك فيلد وبالتالي هيكونتريبيوت للكرنت. ودي طريقه ثانيه برضو لفهم الايه؟ ان الباند لما بيكون فيه امتي ستيتس اماكن فاضيه بيكونتريبيوت للكرنت. برضو هنا لو جيت تحسب الكرنت دينستي لعدد الالكترونز الموجودين في الباند دلوقتي اللي هم ان ناقص واحد، لان في الكترون مش موجود في الستيت دي الامتي ستيت، فيبقى الكرنت اللي ناتج عنهم بتاع ال ان ناقص واحد الكترون نيجاتيف اي في مجموع السرعات من اي بواحد لغايه ان ما عدا الايه الاي بتاع جي ديت اللي هو الالكترون او الستيت ديت. يعني تقدر تكتب المعادله دي بالطريقه دي، هتجمع كل السميشن ده هتعمله كله من واحد لان، وبعد كده تشيل منه الكونتريبيوشن بتاع الالكترون اللي مش موجود في المكان ده، ان هو مفيش الكترون هنا، فلازم تطرح الافكت بتاعه من الكرنت. هتطرح ايه؟ هتطلع نيجاتيف اي في الفي جروب بتاع الجي بتاع الستيت جي دي. الجزء ده اللي احنا حسبناه ده بيطلع بزيرو، ده اللي هو نتيجه التجميع على كل الستيتس، ده بيطلع بزيرو، فهيبقى لك الحته دي بس، دي اللي هي بوزيتيف اي في الفي جروب جي. يبقى اذا عندك هنا افكت كرنت هينشا نتيجه عدم وجود الكترون في الستيت دي، نتيجه الستيت الفاضيه اصبح في كرنت. الكرنت دوت كانه عباره عن شحنه بوزيتيف مضروبه في الفي جروب بتاعها. نفس ايه؟ نفس الكلام اللي استنتجناه في السلايد اللي فات، ان انت وجود امتي ستيت في الباند ده معناه ان اكن في شحنه بوزيتيف بتتحرك في اتجاه الابلايد الكتريك فيلد وبالتالي بتعمل كرنت. اخر بقى حته في الكرونيك بيم موديل، تعالى بقى نفهم ايه الفرق ما بين الانزليتورز والسيمي كوندكتورز والميتالز. الثلاثه دول سوليد ستيت، هي الباند ثيوري دي موجوده في كل السوليد ستيتس. طب ايه اللي بيخلي ان في عندك سوليد ماده سوليد انزليتور، ماده سوليد سيمي كوندكتور، وماده سوليد ميتال؟ الميتال طبعا ده اللي هو اللي بيكوندكت كارنت بيقدر يمشي فيه تيار، الانزليتور اللي مش بيكوندكت كارنت، سيمي كوندكتور دي حاله، سيمي كوندكتور دي حاجه ان بتوين. في ضوء فهمنا للباند ثيوري اللي جت من الكرونيك بيني موديل بقى ايه تفسير الكلام ده؟ قبل ما نشوف تفسيره تعالى بس نحط بعض الديفينيشنز كده المهمه قوي. اول ديفينيشن اللي هو الفيلنس باند. الفيلنس باند ده بقى باند من الباندز اللي موجوده جوه السوليد، يعني اللي هي الالاود باندز. الباند دوت اللي بنسميه الفيلنس باند ده اخر باند مليانه على عينه بالالكترونات. يعني هي الباندز زي ما انت شايف كده في اقل باند في الانرجي، وبعد كده تطلع في الانرجي شويه تشوف تلاقي الباند الثاني، يبقى ده كده كانه الباند الاولاني، ده الباند الثاني، ده الباند الثالث، وهكذا. كل ما بتطلع كل ما الانرجي بتزيد كل ما بتلاقي باندز جديده.
معايا زر حضرتك كده. في مشكلة، في مشكلة حصلت تاني ولا ايه؟ حضرتك الصوت فصل دقيقة مثلا ورجع تاني. طيب ماشي. آه، فالباندز دي بالترتيب كده بتبتدي تتملي على حسب بقى عدد الالكترونز الموجودة في المادة، تتملي من اقل باند لغاية ايه؟ للاعلى، فالاعلى فالاعلى فالاعلى. فلما تيجي بقى توصل لاخر بند فيه الكترونز، ممكن يكون مليان على عينه او مش مليان على عينه. طيب البند، اخر بند مليان على عينه، اللي هو مش شرط يكون اخر بند خالص يعني. يعني اخر كومبليتلي فيلد باند ده اسمه ايه؟ اسمه الفالنس باند. خلاص؟ قيمة الانرجي عند التوب بتاعت الفالنس باند دي اسمها الاي في، الاي فالنس. البند اللي فوقيه على طول بقى، اللي هو هيكون يا اما فاضي يا اما بارشال فيلد، ده اسمه الكوندكشن باند. طبعا ما ينفعش يبقى مليان على عينه، الا لو كان مليان على عينه هيبقى هو اصلا ايه؟ هيبقى ده الفالنس باند. فالفالنس باند هو اخر بند مليان، اللي فوقيه على طول اسمه الكوندكشن باند. اول قيمه للانرجي في الكوندكشن باند دي اللي هي البوتوم بتاعه اسمها الاي سي او الاي كوندكشن. المسافه ما بين الاي في والاي سي دي اسمها الاي جاب. الاي جاب دوت اللي هو الاي سي ناقص الاي في. اذا دلوقتي نقدر نمثل الكلام دوت بالرسمه دي. ادي الفالنس باند اهو، الماكسيمم بتاعه اسمه اي في. الفالنس ده مليان على العين، كومبليتلي فيلد، كل الستيتس اللي فيه مليانه بالالكترونز. الباند اللي فوقيه على طول ده اسمه الكوندكشن باند، بدايته الاي سي ونهايته بقى الاي توب او ايا كان. المسافه او الفرق في الانرجي ما بين بدايه الكوندكشن ونهايه الفالنس دي اسمها الانرجي جاب، الاي جي. الاي جي حلو. طبعا الرسمه دي بتترسم برضو مع البوزيشن، مع البوزيشن اكس، يعني يبقى الفيرتيكال اكسس ده الانرجي والهوريزونتال اكسس البوزيشن. يبقى كده فهمنا الايه الديفينيشنز دي، ايه هو الفالنس باند وايه هو الكوندكشن باند وايه هي الانرجي جاب. طيب نشوف بقى ايه. خلي بالك ان كمان الكلام دوت ده ات زيرو كيلفن. ها ات زيرو كيلفن، كل الديفينيشنز دي بتبقى معموله على على الايه؟ على عند الصفر كيلفن يعني. يعني اخر كومبليتلي فيلد باند عند الصفر كيلفن، هو ده اسمه الفالنس باند. لان انت لما بترفع درجه الحراره شويه بعض الالكترونات بتاخد انرجي، فممكن الالكترونات اللي موجوده في الفالنس باند دي جزء منها يطلع في الكوندكشن باند. تمام؟ فهيبقى الفالنس باند في الحاله دي مش ايه؟ مش كومبليتلي فيلد، مش مليان على العين. فاحنا بنتكلم هنا عند الزيرو كيلفن، اخر باند مليان ده الفالنس، واللي فوقيه هو الكوندكشن. الانزليتورز بتتميز ان الانرجي جاب بتاعها كبير، اكبر من 6 الكترون فولت مثلا. وبالتالي طبعا هنا ال 6 الكترون فولت دي كبيره، كبيره ان انت تقدر تديها للماده باي طريقه، برفع درجه حراره او الكتريك فيلد عالي او وات ايفر، مش هتقدر تتغلب على الجاب ال 6 الكترون فولت دي الا برفع درجه الحراره بشكل كبير قوي. فطبعا ده ممكن اصلا يحرق الماده، يغير طبيعتها قبل ما الالكترون تبتدي تطلع. الماده ممكن تتغير خواصها اصلا لاسباب كيميائيه يعني، قبل ما تتحول ان انت تنقل الالكترون من الكوندكشن من الفالنس للكوندكشن. فهو طبعا الفكره ان انت عايز تشوف امتى الماده دي هتكوندكت كارنت. انت عندك عشان تكوندكت كارنت، يا اما تفضي اماكن في الفالنس باند بحيث يبقى عندك امتي ستيتس هنا، فالامتي ستيتس تساهم في الكوندكشن تعمل كارنت، او ان انت تخلي فيه الكترونز في الكوندكشن باند فتبتدي تتحرك. فتعالى بقى نشوف في حاله الانزليتور. حاله الانزليتور اولا الكوندكشن باند بيبقى فاضي خالص، والفالنس باند طبعا بطبيعته مليان، المسافه ما بينهم كبيره اكبر من 6 الكترون فولت. فانت عشان ترفع الكترون من هنا لهنا، وبالتالي تبقى عملت امتي ستيت في الفالنس وعملت الكترون في الكوندكشن باند، يعني عشان تقدر تمشي كارنت هتحتاج انرجي كبيره قوي. الانرجي ديت عشان توصلها للماده باي طريقه هتغير طبيعه الماده قبل ما يحصل الايفكت ده. فده دي الماده دي بتفضل انزليتور على طول، مش بتكوندكت زي الازاز زي الخشب زي اي حاجه. السيمي كوندكتور بقى، السيمي كوندكتور بيتميز ان الانرجي جاب بتاعته صغيره، من 1 ل 1.5 الكترون فولت في الرينج ده.
طبعا عند الزيرو كيلفن الفالنس باند بيبقى مليان، الكوندكشن باند بيبقى فاضي. لما بترفع درجه الحراره فوق الزيرو كيلفن بعض الالكترونات اللي موجوده ات ذا توب اوف ذا كوندكشن باند اوف ذا فالنس باند بتقدر تتغلب على الانرجي جاب ديت، تاخد انرجي ثيرمال انرجي وتطلع للكوندكشن باند. فيصبح دلوقتي الفالنس باند بارشالي فيلد والكوندكشن باند برضو بارشالي فيلد، او يعني في بعض الالكترون بس بيبقى عدد الالكترونز ده بقى ايه بسيط جدا، والعدد ده بيتناسب بشكل كبير قوي مع درجه الحراره. هتلاقي الماده السيمي كوندكتور دي قابليتها للتوصيل بتعتمد بشكل كبير قوي مع درجه الحراره، كل ما ترفع درجه الحراره تزيد الكوندكتيفيتي بتاعتها. اعتقد انتوا عملتوا تجربه في المعمل اللي هي قيستوا فيها الانرجي جاب بتاعت ماده الجرمانيوم، يعتبر ماده سيمي كوندكتور شهيره يعني، عن طريق ان انت تشوف قابليتها للتوصيل مع درجه الحراره، ففي علاقه قويه جدا للكوندكتيفيتي او الريزيستنس يعني بتاعت الماده مع درجه الحراره. كل ما بترفع درجه الحراره اكتر كل ما بتنقل عدد اكبر من الالكترونات من الفالنس باند للكوندكشن باند، فبتزود الكوندكتيفيتي يعني الماده تقدر تكوندكت كارنت اكتر. الميتال بقى، الميتال ده يا اما بيحصل في حاجه من الاثنين، يا اما اساسا الكوندكشن باند ما بيكونش كومبليتلي امتي مش فاضي، هو اساسا حتى عند الزيرو كيلفن في الكترونز موجوده في الكوندكشن باند، فالكوندكشن باند اصلا بطبيعته بارشالي فيلد وبالتالي ده على طول بيمرر تيار، يا اما الكوندكشن باند والفالنس باند اوفرلاب، في ما بينهم اوفرلاب، ففي الحاله ديت برضو بيبقى دايما الماده بتكوندكت عند اي درجه حراره يعني. ده كده التفسير ظاهره الكوندكشن في حاله السوليدز يعني في ضوء الباند سير. هل في اي سؤال؟ سمحت يا دكتور، اتفضل. احنا قبل كده خدنا من الميتالز لما بتوصل كهرباء لو رفعت درجه الحراره بتاعتها المقاومه بتاعتها بتزيد. ما هو ده بقى ده عكس السيمي كوندكتور. السيمي كوندكتور لما ترفع درجه حرارته الريزيستنس بتقل لان هو بيقدر يوصل تيار بشكل اكبر. تمام؟ فهمنا خلاص الكلام ده ليه؟ لان انت هنا بتزود عدد الالكترونات اللي في الكوندكشن باند وبتزود عدد الهولز اللي في الفالنس باند. فزياده عدد الهولز وزياده عدد الالكترونات الاثنين كده بيساهموا مع بعض في زياده التيار وزياده الكوندكتيفيتي في الماده. اما في حاله الميتال هي اصلا بطبيعتها فيها الكترونز كتيره في الكوندكشن باند تقدر توصل تيار. لكن في افكت تاني بقى بيظهر مع رفع درجه الحراره اللي هو عمليه السكاترنج، هي الالكترونات دي وهي ماشيه بيحصل لها سكاترنج نتيجه برضو البوتنشال بتاع الماده. الايونز اللي موجوده جوه وكده بيحصل سكاترنج. فالسكاترنج دوت بيزيد مع زياده درجه الحراره. عشان اللي هي الايونز ديت ما هياش ثابته في اماكنها. الايونز دي بتعمل كان سيمبل هارمونيك موشن كده. بتعمل اوسيليشن حوالين الاماكن بتاعتها. ومقدار الاوسيليشن دوت بيعتمد على درجه الحراره، فانت لما بترفع درجه الحراره الايونز بتاعت الميتال بتبتدي تاوسيليت بشكل اكبر بامبليتيود اكبر. وبالتالي يبقى احتماليه تصادم الالكترونات فيها او ان هو يعمل سكاترنج معاها يعني بتزيد. حته السكاترنج دي لما بتزيد مع درجه الحراره بتقلل ال قابليه التوصيب، بتقلل قدره مرور التيار وبتزود الريزيستنس يعني. ده افكت تاني خالص يعني. تمام يا دكتور، شكرا لحضرتك. نعم. تقدر تقول ان التو افكتس موجودين مع بعض، الافكت بتاع زياده السكاترنج والافكت بتاع زياده عدد الالكترونز في الكوندكشن باند والهولز في الفالنس باند، الاثنين بيحصلوا مع زياده درجه الحراره. بس مين فيهم بيتغلب على الثاني؟ ده على حسب نوع الماده. ففي حاله السيمي كوندكتور بيبقى الافكت بتاع زياده الالكترونز والهولز ده بيتغلب اكتر او بيبقى تاثيره اكتر من زياده السكاترنج فبيزود التيار. لكن في حاله الميتال الافكت بتاع السكاترنج بيبقى اكتر من عمليه زياده الانرجي بتاعت الالكترون، وبالتالي هو اللي بيبقى تاثيره اقوى يعني. يعني على حسب استخدامي في الابلكيشن لو حاجه درجه على حرارتها حسب عاليه الماده. على حسب نوعيه الماده وعلى حسب الباند ستراكشر. تمام، على حسب الباند ستراكشر بتاعها. ماشي، ده كده يعتبر اخر حاجه في الماده دي. انا كده خلصت. شوف بقى لو في اي حد عنده اسئله يتفضل يسال.
وحضرتك يا دكتور كنت قايل ان درجة الكويزات هتكون اعلى درجتين للكويزين، مظبوط؟ ما انا عملت بقى في اسئله تانية كنت عملتها كده فورميتيف اسيسمنت، مش ما هياش كويز كويز صح. عملت اعتقد مرتين سؤال كده، سؤال واحد ده كان فضلت. أول مرة تقريبا اهو. فدي برضه الحاجات دي هاخدها في الاعتبار، يعني احط الدرجات دي كلها قدامي وممكن اخد بقى يعني تشكيله منهم كده او اعلى درجه، يعني بحيث احسن لكم درجه اعمال السنه يعني ان شاء الله. انا هخلص الحاجات دي وهنزلها لكم برضو مع درجة العملي ان شاء الله قريب، يعني كام يوم كده وهنزلها لكم على السيستم. إن شاء الله. تمام. طيب هل عندكم اي اسئلة بقى متعلقة بالكورس عموما ولا لسه ما ذاكرتوش؟ بس عشان عندنا تسليمات الأسبوع دوت وامتحان سيركت الأسبوع الجاي، فالدنيا طيب انتوا بالنسبه لكم وضع التوتوريال ايه بتاع الماده دي للباشمهندس احمد صلاح، ووصل معاكم لغايه فين؟ واحنا دلوقتي خلصنا بارت 3 والسكشن اللي فات كان أوفلاين في الكلية، إن شاء الله الأسبوع ده هنخلص بارت 4. طيب تمام. عموما انا برضو معاكم ممكن الاسبوع اللي جاي، وممكن في نفس الميعاد بتاعنا دوت لو ما عندكم اسئله يبعتوا لي بس قبليها على الشات ولا حاجة، وهدخل في نفس وقت المحاضرة وممكن نتناقش في أي أسئلة تانية عندكم يعني. تمام دكتور، انا بعت حضرتك على تيمز. أوكي ماشي ماشي خلاص كده نقفل الميتنج.